الله ماشي ببص على العربيات اللي شايله العمال اللي راجعين خلصين وراجعين، عربيات قد ايه عددها على الطريق. هو ده اللي بيسعدك، حجم العمل ده عشان اشغل المصريين، اشغل مصر وانجز واعمل. قال لك اه هنسلم المشروع الاول تقريبا في العالمين الجديده شهر 6 الجاي او 7، كله في توقيتاته. دكتور عثمان شعلان رئيس جامعه الزقازيق، مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك احمد بيه، اهلا بيك. تحياتي ليكم. النهارده اعتقد الحكم اللي صدر الشهر الماضي واضح طبعا بالنسبه لكم، ولكن طمنا على الجامعه عند حضرتك. في جامعه الزقازيق كنا زمان بنقول احد المعاقل جامعه الزقازيق، هل ما زالت ولا حصل تطهير فيها؟ لا الحمد لله، جامعه الزقازيق دلوقتي جامعه حتى الطلبه دلوقتي على مستوى عالي جدا من الوعي. اللي حضرتك عرضته النهارده ده كان من 2013، كان في 7 حالات على فكره، دول كان جنائي واتحبسوا 3 سنين وبعدين طلعوا فرفعوا قضيه بتحولوا مجلس تاديب، يتفصلوا بمجلس التاديب. فطبعا الاداريه العليا يعني دلوقتي ايدت مجلس التاديب بالفصل النهائي، ولسه في بعض الحالات عندنا الاداره القانونيه بتتابع على طول ومهتمين جدا بالحاجات دي. وفي كمان اتفصل كتير جدا اللي هم دخلوا في الكيانات الارهابيه، دول على طول اتفصلوا في مجالس تاديب، وعندنا برضو بعض الموظفين. لكن الحمد لله الامور دلوقتي مستقره، الطلبه على مستوى عالي جدا من الوعي، عاملين دلوقتي حتى في المجلس الاعلى للجامعات عاملين وحدات مواجهه التطرف الفكري لابنائنا الطلبه، ودايما بنعمل لهم ندوات توعية وحاجات كتيرة جدا، والحمد لله الطلبة متجاوبين وحاسين الدولة قد ايه بتبذل مجهود، وان الدنيا اتغيرت كتير جدا. وحتى كان شرفنا مرة فضيلة الدكتور علي جمعة واجتمع مع، كان في ندوة كبيرة جدا وكانت يعني ايجابية بدرجة عالية. حتى في الوحدة التطرف الفكري اللي بنعملها دي ليست خاصة بالجامعة، ده احنا بنعد كوادر بحيث ان الجامعه كمان يكون لها دور بره الجامعه مع الائمه الاوقاف ومع وزاره الشباب. دكتور لو النهارده لسه بتكلم على التنميه وبتكلم على الساحل الشمالي او العالمين تحديدا، النهارده كان عليك ايضا مشروع اعتقد مستشفى كبيره هتتعمل عندكم فيه. قول يا فندم اتفضل. والحمد لله بالنسبه للجامعات دلوقتي في تطور رهيب في الانشاءات. يعني عندنا كجامعه الزقازيق دلوقتي عندنا 3 مشروعات قوميه كبرى، اكبر يعني اول مشروع ان شاء الله هيفتتحه فخامه السيد الرئيس ان شاء الله اللي هو مستشفى العاشر من رمضان. المستشفى ده مستشفى تعليمي بطاقه يعني في وخدمي، في 200 سرير 110 سرير اقامه مرضى، 160 عنايه مركزه، 30 حضانه مبتشرين، في اسره نوعيه 32 غسيل كلوي، 18 سرير طوارئ، 16 سرير افاقه، 20 حضانه للاطفال، وفي اقسام كثيره جدا، قسم طوارئ، قسم اشعه، معامل، عيادات خارجيه، غسيل كلوي، ولاده طبيعيه، جراحه، مناظير، رعايه مركزه. وده في العاشر من رمضان على مجموعه من الطرق، وبيخدم مدينه العاشر وبيخدم الزقازيق وقريب من القاهره. وده طبعا عندنا في جامعه الزقازيق جامعه عريقه طبعا فيها اساتذه من اعلى المتخصصات. نعم. في جميع التخصصات. وباذن الله دلوقتي كمان معانا جاهز ولا لسه شغالين انشاءات؟ لا هو ان شاء الله جاهز على الفرش دلوقتي، جاهز على الفرش ان شاء الله باذن الله. بتكلف قد ايه يا دكتور عثمان؟ هو ان شاء الله يدخل على مليار جنيه، يعني مليار يدخل على مليار جنيه ان شاء الله، وده كله دعم من الدوله يعني. فده حاجه يعني اهتمام. وعندنا مستشفى الطوارئ في الزقازيق برضه مستشفى صرح كبير جدا، ده برضه هيدخل على مليار جنيه، ده نتشرف ان الهيئه الهندسيه هي اللي بتعمله. فان شاء الله احنا في المراحل تقريبا التشطيب دلوقتي، فدي حاجه كويسه جدا. وعندنا ان شاء الله مشروع معهد الاورام، ده يمكن اللي هو متاخر شويه احنا بندفعه باذن الله، ده يبقى برضه صرح. فعندنا 3 صروح خطيره جدا. هايل. ده بالاضافه ان عندنا في جامعه الزقازيق
9 مستشفيات بتأدي خدمة على أعلى مستوى، وكان ليدر لجامعة الزقازيق دور متميز في مواجهة كورونا. عندنا 3 مستشفيات ب70 عناية، وإحنا كان لينا السابق إن إحنا عملنا كمان في العزل بتاع، عملنا عزل خاص بالأطفال يتناسب معاهم، وكان حاجة متميزة جدا يعني. هايل، كل التحية وبشكرك شكرا جزيلا دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.